ولا شو قلبه وشك؟ فهميني. متضايقة منك. ليش بقى؟ أنا شو عملت لك؟ ها قلتك. ليش لأتضايق إذا مثلتي دور الملاك؟ فليش للومك بما أنه أنا اللي كذبت؟ يا بنتي بهيك وضع بدك تفكري بعقلك. حاجتك بقى بانا؟ بدي أعرف مين اللي حط اسمك بين أسماء الأوائل. أنا قلت هيك مشان ما تمنعنا نشوف بعضنا من اليوم ورايح. إيه طبعا حجة مقنعة. شو بدك لكان؟ كان بدك إلا أنه زورنا وثيقة الامتحان سوا وأنه علاماتي ممنيحة وأنا وحدة كسلانة؟ يا هبلة، هيك رح يمنعونا نشوف بعضنا. أنا عملت هالشي من شاننا. وبعدين بدي أسألك، مين اللي خلصك مبارح من الورطة مع أبوكي؟ أنت رفيقتي ورح ضل واقفة معك، المهم توثقي فيني. هلأ هاد بدو ضل قاعد هون؟ إذا مزوجة فينا نغير مكان. ليش نغيره؟ ليكون مكتوب باسمه شي حلو والله. أنت فعلا غريبة مدام زعجك كل هالقد. قومي. مرحبا، شلونك؟ وين فيهم؟ ماشي قاعد الكوبي. الله عنك. ورح شوف شو رح يطلع معكم. خلص بشوفك. ما كان ناقص غير هاد. ياريت تغيرنا مكانه. ها شفتي كان أحسن لك تسمعي كلمتي. مرحبا أليس. مرحبا. ما تأخذينا على اللي صار مبارح. يمكن أحرجتك معنا، بس أنتوا رفقات ومو بيناتكم. مو مشكلة. طيب لكان بهالمناسبة هي اسمحوا لي أعزمكم على فنجان قهوة على حسابي. لا ما في داعي. عفوا بس في موضوع خاص عم نحكي سوا. أيوة طيب ماشي، عن إذنكم معناتها. لين نزلي بسرعة لعندي. يلا ماما جاية. شوفي اسمعي، طلع وضعك بالمعهد كتير بيسود الوش. بس أنا شوفي بدك تعودي هالوقت اللي ضيعتيه، وأنا رح أقول لأبوكي إني رحت على المعهد ولقيتهم غلطانين بالنتيجة. حبيبتي ماما عن جد شكرا كتير. بس ليكي هالمرة عم بحكي عن جد، رح تكون هاي فرصتك الأخيرة. ايه بوعدك اعمل جهدي. ما انا لسه ما راحت. لا لسه. طلعي لكان وخليها تبلش درسك، او اذا اخوك فاضي خلي درسك هو. حاضر. حاولي تستفيدي من اوس قد ما بتقدري، لانه صار لازم تحطي عقلك براسك. عم تفهمي؟ طلعي على غرفتك. هاجر وينك انتي؟ ألو؟ منيح والله اللي عطيتنا من وقتك شوي. معقولة؟ والله تاريكي مالك قليلة بنوب يا لين. مزورة النتيجة وعلى الكمبيوتر تبعي كمان؟ لنشوف شو رح تقولي هالمرة. شفت أليس بالكافيتيريا، حكيتها واعتذرت منها. اعتذرت؟ ليه؟ لا ولا شيء. شو نسيت مبارح شو صار؟ يعني لولاها هي وبانا ما كنا خلصنا من هالورطة، ومشان هيك كان لازم اشكرها أقل ما يمكن. لا لا يروح فكرك لبعيد، أنا ما حكيت معها أي شيء. صحيح شو صار مع أبوكي بس ما يكون عرف شيء. لا اطمن، بس اتضايق مني مشان دراستي. وشو مشان جيتوا لعندي مبارح؟ يعني معقول حدا يكون حاكي له القصة؟ عفوا بسيطة. لا سميح ما حدا حاكي له شيء. ايه شو مبسوطة؟ صديقك الغالي سميح ما أنسنا اليوم. ما جد؟ عفوا نسيت، أنا ما دخلني. ايه وعم تتجاوز حدودك كتير. وهذا كل شيء صار سميح. علو حبيبي تعي لشوفك شوي. أنا اليوم ممنوعة من الطلعة، الجو متوتر وأنا لازم أدرس. طيب شوفك بعدين.
مو مشكلة، وبس شوفك رح آكلك من البوس. وهي بوسة، قربي خدك على السماعة. الله معك. تفضل. مرحبا أوس. أهلين بانا. آسفة بس رح أطلك شوي عن شغلك، ممكن شوفكت بالسنة الأولى تبعك؟ ماشي، هنن على هداك الرف. أوس، معلش استعار كم كتاب؟ ليش بقى؟ بدك تبلشي تزوير الكتب كمان؟ عفوا ما فهمت. بانا لا تعملي حالك إنه مو فهماني. اسمعني أوس، أنا هلأ عم فكر أدرس طب، ولهيك حابة أطلع عليهم. اسمعي بانا، أبداً لا تحاولي تكذبي علي، أنتوا دخلتوا على غرفتي وزورتوا الوثيقة. خلص أو سكر هالموضوع، غلطت وندمان إني إجيت لعندك. أنا بدي روح، بدك شي؟ لا سلامتك. لين، ما رح روح وانت زعلانة مني. خلص بانا، أنا مو زعلانة بس أنا مزعوجة شوي. طيب تعطيني بوسة؟ يلا باي، شوفك. شو بدك فيه؟ يعني انت مالك شايفة؟ مبسوط بقعدته معه؟ اكيد زعيبة مشان يزعجني. لك شو في شلون منسجمين وعم يحكوا مع بعض؟ اذا بدك انت كمان روحي قعدي مع سميح حتى تغيزي شوي. شبك أليس عم بمزح؟ لا اكيد ما رح يمشي حال بهالبساطة. وليش اكيد بقى؟ يعني إنه الواحد يجمع موتور شي صعب. أنا ما بنصح بهالشي. هلأ إذا بدك شي مميز يكون خاص شوي، فيك تغيري بالقطعة اللي أنت بدك إياها، هيك أسهل. لهالدرجة هالشي صعب وما بيزبط معي؟ ولا بس لأني بنت؟ ياك عن جد عم تحكي؟ والله كنت مفكرك شاب مثلك مثلي. إبلا بياكا. هذه راحتها على الآخر وعم تمد إيدها. أنتو ما راح تخلصوا من شغلة الغيرة بقى، بلكي هي رفيقته. وبلك حبيبته كل شي ممكن. أهلين لين خانم. يا ريت تسكت لأني مو طايق أسمع شي منك. لسه ما حدا عارف ليش أبوك عاقبك مبارح المساء، واضح إنه الشغلة محرزة. اطمن، العقوبة التغت. لا تقوليها. ليش؟ حكوا معه من المعهد وعطينه غير نتيجة بالغلط، وأنا عطيته النتيجة الأصلية تبعي. أكيد عصب كتير لما قالوا له الحقيقة. عم قلك مخربطين وعطوه نتيجة غلط، شو ما بتفهم؟ واليوم المساء بتشوف، أمي راحت وتأكدت. إيه وشو عليه؟ حاجة بقى، عن جد زودت هالمرة أوس، وأنا مو ناقصني جنانك. صرخي قد ما بدك، اليوم المساء بابا رح يعرف شو هي الحقيقة تبعك. والله داخل ايميل كتب ودي راسي، ما بعرف امتى بدي اخلص من هالمصايب كلها. صرفت كل شيء مصاري كانت معي، شو بدي اقول لامي؟ ما ضل معي ولا فرنك. شو عم تعملي بانا؟ كانك عم تحكي مع حالك. شو شايفتيني عم بعمل يعني؟ لقيتني عم بدرس، شوفت عينك. لعلمك انا عرفت شو اللي مخبينه عني انت وسونيا واللي كنتوا عم تحكوا عنه. امي انت الشغل اللي ما بتعرفيها بتضل توز براسك؟ منيره هي اللي فتحت لي عيوني وقالت لي البنات بيضحكوا اذا ايه. وعلى شو بيضحكوا قولي؟ من شان خاطري، ديري بالك على دراستك ومستقبلك، ولا تشغلي حالك بالشباب وقصصهم، هاي الشغلات كلها حكي فاضي. شو رايك انه اطلب من اوس تدرسوا مع بعض؟
لا معلش مو وقته، بالأول بدي جرب لحالي. شوفي لين، أنت وعدتيني وعدتي أبوكي. مزبوط، أنا دبرت كل شيء، حتى إذا اتصل أبوكي بالمعهد رح يقولوا له إنه كان في غلط بالأسماء، وأنا رتبت القصة مع الإدارة. شبك أمتي بسرعة، لا تهربي، هاجر بتفتح. خلص ما رح أقوم. شوفي لين، أنا ساعدتك هالمرة حتى يكون عندك فرصة تانية وتنجحي، انتبهي. شلونكن؟ شو الأخبار؟ أهلين، كيفك؟ أهلين حبيبي. كيفك عمتي؟ أحسان، بتحب تشرب شي؟ شكراً، ما تعزبي حالك. ما صدقت لما قالوا لي، قلت لأجي وأتأكد، مشان هيك أجيت لشوفك، يعني قلت بجوز تكوني بحاجة لدعم. أي ما بتقصر، بس طمن، هي وعدتني إنه تعود بالامتحان الجاي وتكون مثل رفيقتها بان. ليش بنوش نشحت؟ منيح، هالبنت مو قليلة. طبعاً مو قليلة بنوب، ذكية وما حدا فهمان قدها، بس أنا الواضح إني طلعت الغبية الوحيدة بيناتكم. اتضايقت مني، والله ما كان قصدي. إحسان بدي أسألك شغلة. خير في شي؟ كأنك بهالأيام مهتم كتير ببانا، ليكون في شي بيناتكم. والله الأمور رايقة مو أكتر. يسلم لي ابن أخي الخجول والرايق، شو بحبه. فيك تحل عنك؟ والله انت ليش بتضلك مزعوج؟ شو عملت لك حتى بتضلك معصب؟ مع انه انت اللي غلطت معي. روح الله يسامحك. سميح روح من وشي، مو رأي لك. شو ما بتسمع؟ يلا هوينا. اوف يا الله، اكيد رح يعلقوا هلا. اليس نحن ما دخلنا، لو سمحت. ماشي انا رح روح، بس اولا وقبل ما تقول بدي اعمل مشكله، لازم بالاول تعرف شو هي الحقيقه. شو هي الحقيقه اللي عم بيقول عنها يا مجد؟ أليس حرزة الدائي، أنا وصاحبي مجودة كنا عم نتناقش بكم شغلة. نجوى خلينا نمشي، بلكي في تبع الموتورات فاتح بيعطيكي فكرة أحسن مني. إيه بيكون أحسن. أنا متأكد إنه هالزلمة عنده انفصام بشخصيته، تصرفاته كتير غريبة مو طبيعية. بكفي اللي شفناه، خلينا نمشي. أكيد أحسن شي، لأنه لا عرفنا نحكي لنا كلمتين ولا عرفنا ندرس. باي صبايا. باي. ليش العصفورين الحلوين متخانقين؟ والله حرام. لازم هالعاشق على طول يضل مجروح ولا يعرف طعم الراحة أبدا. لا تزعلي، ما حترسبي، وإذا جبتي علامات قليلة فوتي جامعة خاصة. خليني انجح بالاول وبعدين بنشوف. بنوش فاجأتني. ليش؟ كنت مفكرها مثلنا، طلعت وحده شاطره. اها، شو رايك فيها شيء اذا بعثت لها كادو بهيك مناسبه تنبسط فيها؟ يعني فيها شيء باقه ورد مثلا، بس ما معي عنوان بيتها. اخ يا ربي، اخ خلصت من قصه نجاح اوس واليس، قامت طلعت لي قصه نجاح بنوش خانم. ايش بكي، ما طلبنا شيء، كله شقفه عنوان. انت بتعرفي انا شاب بحب يفرح بنجاح رفيقته. شرف، سجلوا عندك وخلصني بقى. داخل ايه؟ صار عندي. كتير حلو، الرقم 18. شو شايفك معصبة؟ معصبة كتير. لا تاكلي هم، انا بصالحكن انت ومجد، تركي هالشغل علي. مستحيل تصالح معه. شوفي أليس، إذا سمحت أوس، أنا مو طايق اسمع اسمه. طيب بسيطة، عادي شوي لنحكي، تعي. بعرف إنه سبب زعلكن هاد هو لين، بس اليوم المساء حسابها عصير عند أبوها. شو بدنا فيها؟ لا بدنا، مزورة وثيقة الامتحان على الكمبيوتر. كيف؟ بابا لما اتصلوا فيه من المعهد كتير عصب. والله ما عم صدق، يعني مشان هيك الدكتور بكري كان كتير مزعوج؟ وقال شو؟ أمي بدها تساعدها بس رح خليها تندم. روق أوس، مشان شو بدي روق؟ استغلتني هي ورفيقتها وضحكوا علي بطريقة بشعة، وتاريهم كانوا عم بيخططوا ليزوروا الوثيقة. يا أليس، أنا لازم خبر أبي عن كل شي وخليه يحط لهم حد.
ما عم بقدر انسى. يمكن اقدر طلعك برات حياتي، بس قلبي ما راح ينساك بنوب. أليس خانم خير صوفي؟ تعي معي. سامعتك. أكيد مو فكرة تحكي لأبي عن اللي صار مبارح، بس إذا فكرت تجيبي سيرة. أنت مو ناوية تحلي عني؟ حل عنك إذا ضمنت إنك ما تجيبي سيرة، بس يا ريت ما تتجاوزي حدودك. ياي، ولك دخيل الأدب والإحترام يلي عم ينقط منك. شو خلصتي ولا لسه؟ كلامي واضح. يلا هلا تفضلي اطلعي برا. وهيك خلصت، هيك كلهم صاروا جاهزين. ما في احلى من التزوير. ها وهي سونيا كمان اجت. يا بانا انا عم بجلي ومالي فاضيه. قومي شوفي مين على الباب. يعني انا ما فيني اقعد شوي وركز بدراستي؟ خلص فهمنا، اصلا انتم ما عم تشتغلوا شي بهالبيت. خلص لا تعصبي، شبكي فهمنا. هون بيت بانا تورك اوغلو؟ ايه. هدول هدية الانسة بانا، ممكن توقعي لي على استلامهم؟ تسلم ايديك يا هاجر. شو مدحت؟ انبسطت بالمشوار اليوم لما وصلتك لين على الروضة؟ ايه والله ماما كتير انبسطت وما تأخرنا. أليس لو سمحتي اعطيني الملح. بابا بكري. نعم. نحن انزعجنا مبارح على شغلة فاضية. ليه بقى؟ أنا كنت بالمعهد اليوم والإدارة طلعوا غلطانين بالاسم وقدموا اعتذارهم، مخربطين بين لين أتا باي وبين لين أتا سوي. عن جد؟ أي جد، أنا رحت وحكيت معه. لا تكوني عم تحاولي تحميها للين. فيك تروح لعندهم أو تحكي معهم بنفسك، عنوان المعهد معك. بما أنه هذا اللي صار طمنتي لي قلبي، يعني أنا هلأ كتير مبسوط. يمكن أنا مبارح ضغط عليك شوي وردة فعلي كانت قوية. أنت مانك غلطان أبداً، بس تسرعت شوي بحكمك وهي تأثرت بالكلام اللي حكيته، وهذا كان درس. قلتك هيك؟ بعدين هي رح تهتم بدراستها أكتر، ورح نخفض لها مصروفها للنص، ورح تخفف شوي من المشاوير والطلعات. أمي بظن حكينا بهالشي من قبل. ايه مزبوط. بابا أنا اللي مدحت ملاقي الشوربة طيبة؟ طيبة. لما شفتك صارت تطلع علينا النجوم. خلينا نمشي ونحكي، نتذكر نضحك ونبكي، خلينا نطير ونعلي كتير فوق الغيوم. هالمرة رح سوي لي غنية حتحبيها كتير. واحد اثنين. حياتي كانت هموم وقلبي كان مجروح، ولما شفتك صارت تطلع علينا النجوم. خلينا نمشي ونحكي، نتذكر ونضحك، نضحك ونبكي، خلينا نطير ونعلي كتير بين الغيوم. أوس ما بدي إياك هالمرة تحكي. يعني اجيتي تعملي شاي مش عم تقنعيني ما أحكي؟ لا بس أنا مو حابة يتعكر جو البيت، وكمان أنت. بس أنا ما رح أقدر كون متسامح مثلك. روق أوس. بابا من حقه يعرف كل شي.
بعدين شو قصتك؟ نسيتي الكلام اللي بتضلين تسمعك يا دائما؟ بس إذا عملت هيك يا أوس رح تعمل مشكلة كتير كبيرة. لا يا ستي، بدي أقول الحقيقة ولو على قطع راسي. حبيباتي ليش عذبتوا حالكم وعملتوا الشاي؟ كنت أنا عملت لكم يا. حبينا نريحك خالي هاجر، أنت تعبتي اليوم. بعدين أنا في شي بدي أحكيه لازم كلكم تسمعوه. بابا أنا حابب أقول لك شغلة. شوفي أوس، اليوم شفت على الكمبيوتر تبعي بسلة المحذوفات وثيقة. بس هي ما بتخصني، بتخص حدا تاني واللي هو أختي لين. وثيقة بخصوص شو؟ بخصوص شو بدها تكون؟ أكيد أنت اللي بتعرفي. أكيد بتكون شي وظيفة أو شي. يعني شو بدها تكون غير هيك أصلاً؟ لا مو وظيفة، وأنا طبعتها وهلأ رح ورجيكم شو هي. شو بك أليس؟ الله يصلحك يا بنتي. كيف هيك كبيتي شاي على حالي؟ أوس روح جيب شنطتك إسعاف، يلا بسرعة بسرعة. ماشي تكرم بابا. الله يصلحك، كيف ما انتبهتي وكبيتي الشاي على حالك؟ إن شاء الله بسيطة ما فيها شي.